بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نفتح الصندوق، صندوق هذا النيكون لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اليوم اجتني، طبعا هذا الانستركشن، تعليمات المانوال مال الجهاز او الكاميرا. هسه راح نشوف. طبعا اني حقيقة لأول مرة استخدم هذا النوع من الكاميرات، كنت استخدم نيكون، عفوا الكانون، فمو لعب الكانون. لكن الان هذه الكاميرا نيكون حقيقة اللي جذبني اكثر شيء هو الزوم. هذا اليو كي بلوج اللي هو كهرباء، هذا الثلاثي اللي يصير هنا ببريطانيا. خلينا نشوفه هسه. و نخليه على جانب. وهذا الحزام راح نشوفه هسه ان شاء الله، راح شكله نضبط الحزام على الكاميرا حتى يسهل حملها، وحتى ايضا نحافظ عليها من ان توقع او تنكسر. وبصراحة هو بيها انشورانس، يعني بيها ضمان، فسجلت عليها ضمان لمدة سنتين، وهذا الشيء جدا مهم جدا مهم، لانه حتى لا اذا في حالة اذا لا سمح الله انكسرت او اي شيء يصير، فالضمان موجود. هذا كولبيكس. ايضا نجد هنا على ما اعتقد هذا نعم هذا يو اس بي كيبل، هذا يو اس بي كيبل بس حاليا ما راح استخدمه. وهذا الباتري، الباتري هذا هو 3.8 فولت 1850 ملي امبير. انا قبل بصراحه قبل دقائق هسه من هذا الوقت، قبل دقائق ايضا اشتريت باتري ثاني ايضا من نيكون جديد من الاي باي، وحقيقة سعره جدا مغري، يعني كان ب 12 باوند، فان شاء الله هو بالطريق باذن الله تعالى. هذا الباتري. بعد خلينا نشوف شنو اللي موجود. موجود هذا ايضا، هذا يورب بلوج، هذا يصير على اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي او ربما عدا بريطانيا، لانه بريطانيا هذا البلوج مالتها. هذه الكاميرا بسم الله الرحمن الرحيم، انا على ما اعتقد انه المفروض تجي وياها الاتش دي ام اي الكيبل، كيبل اتش دي ام اي. هذه الكاميرا بسم الله، هاي اول فتحة لها الكاميرا من البوكس. مثل ما تشوفون الزوم هو من 24 الى 2000 ملي متر، يعني زوم جدا رهيب حقيقة. 2000 ملي يعني جدا جدا قوي. وهنا الزوم هو ما يعادل 83x 83x اوبتيكال زوم، والتصوير مالته فول اتش دي. الكاميرا هذه الان هي وضع على وضعية الاوتوماتيك، وعلى ما اعتقد هذا هنا تتحكم بفتحة العدسة، و هذه الشاشة بسم الله، هذه الشاشة. هذه الفتحة هي عبارة عن فتحة الباتري والميموري. بصراحة أنا شفت
أكثر من عرض لهذه الكاميرا على اليوتيوب، واللي عرفته بأنه هم يخلون الكيبل HDMI مو فقط USB، كيبل HDMI وأيضا بها ميموري ستيك، يعني بها كارت ذاكرة 8 جيجا. بس أنا غريب يعني هذه ما أدري، يعني ظاهر أنه هذه ما بيها، لازم أنا أشتري لأنه هاي فارغة، هاي هنا البطارية فلازم أنا أشتري، وهذه مو فد مشكلة يعني. هذه الكاميرا إن شاء الله راح أقوم سواء اليوم أو بالأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى راح أخذ أكثر من، يعني راح أجربها من ناحية الصور، من ناحية التقريب الزوم، من ناحية الفعاليات اللي كلها فعالياتها كلها أنا أشوفها وقيسها أو أجربها العفو بالأصح، ونشوف إن شاء الله مدى فعاليتها. طبعا الكاميرا جدا حقيقة جدا رائعة، شوف هنا الممسك بطريقة يعني مصممي الديزاين مالتها بطريقة بحيث أنه يعني الكاميرا تنشال بالإيد بدون أن تقع، ما تقع بالأرض حتى لا تقع هنا، فممكن سهولة جدا سهولة أنه تنشال هنا. بس مع ذلك احنا لازم أنه نحذر من هذا الشيء ونخليها بالحزام. هاي هنا مدخل الـ HDMI والـ USB، هذا الـ USB اللي هي مطينا اياه، وهذا الـ HDMI. بس هذا مو ما عندي مشكلة لانه ان شاء الله انا على ما اعتقد انه عندي هذا النوع، على ما اعتقد انه عندي موجود، هذا ما عندي مشكلة به. الفلاش طبعا تحتوي على فلاش، وفلاش حسب ما انا فهمته بانه جدا جدا مفيد وجدا رائع. بصراحة رغم انه انا اشتريتها واليوم اجتني هذه الكاميرا، لكن انا قرأت اكثر من مرة على انه راح يسووا لها ريبليسمنت هذه، باعتبار انه الشركة بالصين المانيفاكتور مالتها بالصين انه مغلق الان، فعلى اساس انه راح يكون التصنيع مالتها بالتايوان، العفو بتايلند. بس ايضا قرأت نعم هو هاي النوع راح يصير تصنيعه في تايلند، لكن الكاميرا اللي راح تجي اللي هي يسموها الريبليسمنت او الخليفة، خليفة البي 900، راح تجي كاميرا هي بي يعني كول بيكس بي 1000. مثل ما شفنا انه تقريبا سربت معلومات كثيرة على انه البي 1000 راح تجي باوبتيكال زوم هو 125x، فانتوا عليكم ان 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 يعني انتوا تقدرون هذا الشيء. اذا كانت الكاميرا بي 900 هي 83x، واذا الكاميرا بي 1000 تجي ب 125x، فهذيك راح تصير ايضا سعرها عالي، وبنفس الوقت زومها رهيب يعني راح نعم ال 125 اللي هو يعادل راح يكون من 24 to 3000 not 2000، يعني ل 3000 ملم. فانتوا عليكم ان تتخيلون انه اذا كانت هذه الكاميرا 2000 ملم، ونشوف انه شلون نصور الاجرام السماويه من القمر والمريخ والزحل وهكذا، لكن اذا ال 1000 شلون راح تجي يعني بزوم زياده 1000 ملم، فاعتقد انه راح يكون زوم رهيب. بالنسبة ما نقدر نقول بأنه هذه الكاميرا أنه احترافية 100%، ما أعتقد أنه احترافية 100%، لكن إحنا عادة لما نشتري كاميرا نحب أنه نغير بالزوم، فنشتري زوم. فإحنا إذا أنا اللي لاحظته ما بين أقل زوم ما بين 300 إلى 400 باوند هنا ببريطانيا، أو بعض الأنواع من الزوم يصل إلى 1500 باوند، يعني اغلى من من هذه الكاميرا باكثر من 3 أضعاف إلى 4 أضعاف. لكن اللي يميز هذه الكاميرا بانه هي زومها مبني معها. اذا انا لما اشتري هذه لربما انا اشتريها
وبصراحة أنا بالنسبة لي شخصيا أنه أنا مشتريها، مشتريها الغرض الزوم، لغاية الزوم وليست لكفاءتها، لأنه هي تحتوي على 16 ميجا بيكسل، و 16 ميجا بيكسل قياسا إلى بعض الكاميرات أو الكثير من كاميرات النيكون أو كاميرات الكانون أو الباناسونيك، يعني لوميكس باناسونيك، يعني لا حقيقة هذا الكاميرات يعني أفضل من عندها بالدقة، لكن أيضا تعتبر يعني نوعا ما كاميرا احترافية، لأنه سجل فول اتش دي فيديو 16 ميجا بيكسل، وأعتقد هذا كلش كافية ل يعني عمل الكثير من الأمور هنا. هذا الفانكشن هذني العمليات شلون احنا، هاي المنيو الديليت، وهاي التشغيل الفيديو، الواي فاي طبعا بها واي فاي تربط هاي هنا، اللي فهمته بانه هذا بها هنا سنسر، هذا صغير هذا سنسر، في حالة انه اذا انا حتى احافظ على قوة البطارية ممكن انه اشغله اون واوف، فإذا شغلت أنا مجرد ما أقرب عيني من العدسة هذه رأساً الشاشة تنطفي حتى تحافظ على البطارية، أو أقدر أنهما أشغلها بكيف، يعني أنا اللي أختاره هذا الديسبلاي. حقيقة كاميرا جداً جداً رائعة، وإن شاء الله متى ما أجت النوعية الثانية اللي هي 1P1000 بإذن الله تعالى نكون بإذن الله نقول إذا الله رأى سبحانه وتعالى نقدر نشتريها ونقتنيها، وأيضا نشوف شن اللي مميزاتها. هذه عدسة جدا رائعة وجدا كبيرة، بس فقط أنه يعني بصراحة أنا اليوم ما أدري شلون، يعني لازم أنه أجربها، بس المشكلة ما عندي الميموري، لذلك أنا هسه راح أجرب البطارية. خلي البطارية هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الانو اوف، طبعا لانه الكاميرا جديدة فلازم اللغة اللي استخدمها، طبعا كثير من اللغات هنا من الطبيعي ان نستخدم اللغة الانجليزية وموجودة، طبعا ما راح اقول ان هاي اللغة العربية موجودة ايضا بيها، بس بصراحة أنا متعود على اللغة الإنجليزية فيمكن أسهل لي اللغة الإنجليزية، لأنه للأسف الشديد بعض الترجمة أحيانا ما تصير ترجمة بصورة صحيحة. أيضا لغة سويدية، فراح أختار اللغة الإنجليزية. هاي إنجليش أوكي، بسم الله. choose time zone and لندن اعتيادي time zone دايمون فير، نعم هذه اليوم مش قد بالشهر، اليوم يوم 6، هاي اليوم 6 أبريل شهر الرابع 2018، الساعة الآن 17:46، ونختار منه أقرب 46. no card present، صراحة صحيح هاي الكارت ما موجود، هذه الساعة حاليا
معناتها. طبعا ان شاء الله هسه راح اخلي الكارت، هسه اعتقد انه عندي كارت راح اشوفها، وباذن الله تعالى انا راح اصور الكثير من اللقطات باذن الله تعالى واعرضها على قناتي، واتمنى ان شاء الله تكون هذه الكاميرا فعلا اعطتني الشيء القليل على الاقل، على الاقل او تعطيني ممكن الشيء الكثير من يعني اخذ بيها. انا ان شاء الله راح احاول هنا اكثر المناطق اروح لها ازورها هنا بلندن، او راح احملها وياي واصور اي شيء يصدف في طريقي، المناظر اصور او حالات تصير او اي خبر ممكن انه احصل عليه، اي شيء ان شاء الله اصورها باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.